نحن مشاهدي الكرام نعود إليكم كي نواصل متابعة مستجدات الأحداث في لبنان. استهدف الطيران الإسرائيلي مساء اليوم منطقتين في وسط العاصمة اللبنانية بيروت خارج حدود الضاحية الجنوبية، ووفقا لمصادر أمنية فقد استهدف الاحتلال منطقتي أنويري وراس النبع، مما أسفر عن وقوع 22 شهيدا و117 مصابا، فضلا عن انهيار مبنى كامل. وأفادت الأنباء الواردة بأن القصف الإسرائيلي استهدف مبنى من عدة طوابق في قلب العاصمة اللبنانية، كما أفادت الأنباء بوقوع غارة أخرى استهدفت منطقة البسطة في بيروت. أفادت وسائل إعلام لبنانية نقلا عن مصادر في حزب الله بفشل محاولة اغتيال القيادي بالحزب وفيق صفا في الغارة الإسرائيلية على منطقة نويري بالعاصمة اللبنانية بيروت. وأوضحت مصادر أن وفيق صفا هو حلقة الوصل بين حزب الله ولبنان منذ حرب 2006، وكان يترأس وحدة التنسيق والارتباط التي تعد شرطة الحزب، بينما يواجه اتهامات أمريكية بتهريب عناصر حزب الله باستغلال الموانئ. يعود إلينا الآن من الضاحية الجنوبية لبيروت رمضان المطعني مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك رمضان، كيف يبدو الوضع لديك في الضاحية؟ ما هي علامات التأهب لدى أهل الضاحية من المدنيين العاديين يا رمضان لعدوان إسرائيلي جديد متوقع؟ نعم، الضاحية الجنوبية تعيش هذه الغارات الجوية الإسرائيلية بصورة يومية، سواء في ساعات النهار أو حتى في ساعات الليل. هذا الإنذار ما إن يأتي من قبل المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء أحد المباني عبر هذه الخرائط التي يتم توزيعها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يكون هناك الهجرة المؤقتة أو هذا النزوح المؤقت في الضاحية الجنوبية. ولكن الضاحية الجنوبية بقاطنيها الذي يبلغ قرابة أو يقترب من المليون نسمة في الضاحية الجنوبية شبه فارغة من السكان، عدا عدد قليل جدا من ساكني الضاحية الجنوبية الذين لا زالوا متواجدين حتى هذه اللحظات. ومع هذه الإنذارات التي يلقيها جيش الاحتلال الإسرائيلي يكون هناك هذا النزوح المؤقت من الضاحية الجنوبية في المناطق المحيطة بها إلى أن يتم هذا الاستهداف، ثم العودة مرة أخرى إلى المنازل الخاصة بهم إن كانت وجدت ولم تستهدف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. الإنذار الذي جاء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذا الاستهداف في منطقة حارة حريك، هذه المنطقة التي يعني تستهدف بشبه يوميا أو يوميا بالتحديد في الضاحية الجنوبية لعدد من المنازل الخاصة بالمدنيين، كذلك بحسب شهود العيان الذين يقولون عن هذه الاستهدافات وهذه المباني التي يحددها جيش الاحتلال الإسرائيلي ويزعم أنها تابعة لحزب الله. ولكن على النقيض الرواية الأخرى التي تؤكد من شهود العيان المتواجدين وساكني هذه المنطقة الذين نتقابل معهم في أثناء هذا النزوح الوقتي لبعض الوقت في المناطق المحيطة بالضاحية الجنوبية، يؤكدون أن هذه المنازل هي منازل مدنية بامتياز. وذلك أيضا يشير إلى هذا الاستهداف العشوائي وللبنية التحتية في الضاحية الجنوبية الذي استهدف عدد من شبكات الاتصالات في الضاحية الجنوبية، وكذلك أيضا عدد من المحطات الخاصة بالوقود والتي أحدثت دويا هائلا جراء استهدافها في الغارات في الأيام الماضية، والتي أحدثت ضررا كبيرا وهائلا على مستوى المباني المجاورة لمحطات الوقود التي تم استهدافها. أيضا في ظل هذا الحظر الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قوات الدفاع المدني
أو حتى على سيارات الإسعاف من الاقتراب من أي من هذه المناطق التي يتم استهدافها. هذا هو ليل ونهار الضاحية الجنوبية التي تعيش على يعني صوت هذه وتأثير هذه الغارات الجوية الإسرائيلية، مع هذا التوازي الذي يكون من خلال المسيرات الإسرائيلية التي تتواجد طيلة الليل وطيلة النهار فوق الضاحية الجنوبية، وكذلك أيضا فوق العاصمة بيروت. العاصمة بيروت في تلك الأثناء أيضا تعيش على واقع هاتين الغارتين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأولى في منطقة البسطة وتحديدا في شارع فتح الله، والأخرى في منطقة النويري. أعود إلى منطقة البسطة وهذا الاستهداف الكبير الذي لا زالت تداعيته حتى هذه اللحظة من قبل قوات الدفاع المدني التي تتواجد لانتشال الجرحى والشهداء في هذه المنطقة، وفق آخر حصيلة تم إعلانها رسميا من قبل وزارة الصحة اللبنانية أن هناك 22 شهيدا بالإضافة إلى 117 جريحا حتى هذه اللحظة، ولكن هذه الأرقام هي مرشحة للزيادة بشكل كبير. الطابق الذي تم استهدافه من قبل الغارة العنيفة والأعنف على العاصمة بيروت في منطقة البسطة والتي تم استهدافها لأول مرة في هذه الغارة تشير إلى أن حجم هذا الدمار الذي رصدناه، ولا زال حتى هذه اللحظات يعني قوات الدفاع المدني التي ما زالت تعمل حتى الآن من خلال الآلات الخاصة برفع الأنقاض وكذلك للبحث عن الشهداء والجرحى في هذه المنطقة، بالإضافة إلى هذا الضرر المادي الجسيم الذي لحق بعدد من البنايات في محيط هذا الاستهداف. هذا المشهد الذي نراه ربما للمرة الأولى في بيروت جراء هذه الغارة الأعنف على العاصمة بيروت وفي منطقة البسطة التي يتم استهدافها للمرة الأولى، قد يكون هذا الرقم مرشح للزيادة سواء على مستوى الشهداء أو على مستوى الجرحى في الحصيلة والمعلومات الأولية التي وردت أن هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى في الأطفال وفي النساء، في الأطفال وفي النساء أيضا، ولكن المؤشرات الأولية تشير من خلال المشاهد التي رصدناها في منطقة الاستهداف ومنطقة هذا الانفجار أن البنية يعني بنية هذه البنايات المتواجدة في محيط هذا الاستهداف تأثرت وبشدة جراء هذه الغارة الأعنف على بيروت منذ الأيام الماضية، بخلاف الغارات التي استهدفت بيروت في الأيام الماضية مثل منطقة الكولا ومنطقة الأجنحة وحي البشورة الذي كان أيضا هدفا لإحدى الوحدات السكنية لمركز إسعاف تابع لحزب الله، أيضا سقط على إثره عدد كبير من الجرحى والشهداء. لا أعرف يا رمضان ما إذا كان التحرك الروتيني لقيادات حزب الله بين قوسين سواء منهم القيادات الميدانية أو القيادات السياسية قد أصابه التغيير نتيجة هذا الضغط الإسرائيلي. يعني نعم حتى الآن، ولكن وفق الكلمة الأخيرة التي ألقاها نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم والتي أشار فيها أن هناك يعني تماسك في الجبهة الداخلية لحزب الله على الرغم من هذه الاستهدافات لعدد كبير من القيادات لحزب الله، ولكن من يتضح من العمليات التي يقوم بها حزب الله سواء من إطلاق الصواريخ ورشقات الصاروخية بأنواعها الكثيرة التي وصلت إلى تل أبيب وكذلك إلى مدينة حيفا، وكذلك أيضا العملية الأخيرة التي قام بها حزب الله وذلك من خلال المسيرات الانقضاضية واستهداف عدد من الأهداف داخل الداخل الإسرائيلي. هذا يشير أيضا إلى أن هناك لملمة لهذه الوضع الداخلي في حزب الله، وأن هناك مؤشرات على الأرض تقول أن ما زالت الهجمات التي يعني حددها الأمين العام السابق أو الراحل لحزب الله حسن نصر الله كما أشار نعيم قاسم في خطابه قبل أيام أنهم يسيرون على الضرب الذي خصصه الأمين. صحيح يا رمضان، لكن ماذا عن تحركاتهم على الأرض لديك في الضاحية؟ لابد أن روتين تحركاتهم قد تغير. نعم، يعني هذا لا نستطيع أن نرصده على رغم سرية هذه التحركات لحزب الله، وأيضا خاصة بعدما تم استهداف الضاحية بشكل كبير في عدد من الأحياء خاصة بها، وخاصة أيضا لهذه المسيرات التي الإسرائيلية التي لا تفارق سماء الضاحية الجنوبية. هذا الاستهداف الكبير الذي يعني تم لأكبر رأس الهرمي في حزب الله للأمين العام الراحل حسن نصر الله في حارة تحريك
حارة تحريك يتم استهدافها حتى هذه اللحظات منذ ذلك الاستهداف بشكل شبه يومي، بالإضافة أيضا إلى عدد من المناطق الأخرى التي يقول فيها البيانات الخاصة بالمتحدث باسم جيش احتلال الإسرائيلي أنه استهداف لقادة في حزب الله، ولكن حتى هذه اللحظات لم يكن هناك أي من البيانات التي تؤكد أو تنفي من قبل حزب الله هذه الادعاءات من قبل جيش احتلال الإسرائيلي، خاصة بعد هذا الاستهداف الذي فشل في اغتيال وفيق صفا في منطقة البسطة أيضا. فيما يتعلق بهذا الفشل وسائل إعلامية تابعة لحزب الله، زميلي رمضان، فيما يتعلق بهذا الفشل بنجاة وفيق صفا من الضربة الإسرائيلية بحسب مصادر حزب الله، هل تظن ذلك علامة على أن الحزب قد بدأ في سد الثغرة التي تتسرب منها المعلومات الخاصة بتحركات قياداته إلى إسرائيل؟ نعم، التقارير الدولية ربما أشارت أحد التحقيقات فيها في نيويورك تايمز أن هناك عملية تجسس لحزب الله منذ قرابة 9 سنوات. إذا تقصد على حزب الله؟ نعم. التقرير. إذا نعم. نحن نتحدث على حزب الله. نعم. يعني هناك يعني سنوات بعيدة قد يكون هناك من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وسلطاته أن هناك تتبع للكثير من الأماكن وكذلك القادة لحزب الله بوفق هذا التقرير الدولي، ولكن هذه العملية التي ربما تشير إلى أن هناك بعض التحركات أو بعض الاستراتيجيات الجديدة التي يتبعها حزب الله، خاصة أن الاستهدافات الإسرائيلية في الأيام الماضية لقادة حزب الله ومنذ عملية الاغتيال الخاصة باستهداف الأمين العام الراحل حسن نصر الله كلها كانت صحيحة كما أعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن ربما هناك استراتيجية جديدة يتبعها الحزب في التحركات سواء داخل بيروت أو داخل الضاحية الجنوبية لقياداته وفي الصف الثالث الذي بدا حتى هذه اللحظة الذي ربما يستطيع أن يمسك زمام الأمور في الحزب، وهذا ما بدأ جليا من خلال هذه العمليات الميدانية سواء من عمليات الاختراق التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم للأسبوع من دخوله من جنوب لبنان بريا، وفشلت كل هذه العمليات حتى هذه اللحظة على الرغم من الادعاءات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذه الفيديوهات التي تبث على السوشيال ميديا ثم بعد ذلك يتبين أنها عمليات مزعومة أو أنها بعض الفيديوهات الخاصة بتقدم بضعة أمتار في الجنوب وهي بعض المناطق المحازية للحدود مع دولة الاحتلال، لكن ربما هذا الفشل وهذا الاغتيال وهذا الفشل في عملية الاغتيال الأخيرة لوفيق صفا ربما تنبئ بأن هناك تحركات جديدة لحزب الله وتغيير بعض الاستراتيجيات الخاصة به في استهداف يعني قاداته من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. رمضان، قبل حوالي ساعة عرضنا المادة المصورة التي أرسلتها إلينا مصحوبة بتعليقك من شقة سكنية على مبعدة حوالي 100 متر من قلبي من نقطة القصف الاستهداف الإسرائيلية. ما أحب أن أعرفه منك، سنعرض ذلك مجددا بعد قليل، لكن ما أحب أن أعرفه منك يا رمضان، هذه شقة سكنية والمسافة على الأقل 100 متر وربما أكثر بينها وبين النقطة المستهدفة، كيف حدث كل هذا الدمار؟ هل هذا طبيعي أم أن المادة المتفجرة المستخدمة كانت أكثر من الطبيعي لأنه الشقة مدمرة كما نرى؟ نعم، يعني كما أشرت إلى أن هذه الغارة هي أعنف الغارات التي شدها جيش الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة بيروت مقارنة بالاستهدافات السابقة أيضا التي شملت العاصمة في أحياء مختلفة منها الاغتيال أيضا كما سماها جيش الاحتلال الإسرائيلي وزعم لقيادات حزب الله، لكن هذه الغارة التي سويت هذا المبنى بالأرض الذي يتكون من عدد من الطوابق هي يعني نستطيع أن نصف هذا التفكير كما بالأشد والأعنف على العاصمة بيروت لاستهداف أحد القياديين
في حزب الله والذي أعلن عنه أنه فشل، لكن حجم هذا الدمار لم نلحظه في العاصمة بيروت من خلال هذه الانفجارات السابقة. عدد كبير من البنايات في محيط هذا الاستهداف تقريبا شبه لن تصلح للسكن مرة أخرى، نظرا لأن الأساسات الخاصة بهذه البنايات تقريبا دمرت بشكل كبير، الحوائط الخاصة بالجدران الخاصة بهذه البنايات دمرت بشكل كبير، هذه الأثاثات التي ألقيت في محيط هذه البنايات في الشارع من شدة هذا الانفجار الذي أشر أيضا في مؤشراته الأولى إلى 22 شهيدا، هذا الرقم الكبير في الساعات الأولى فقط من هذا الطابق كما نرى، وحتى حجم سيارات الإسعاف التي تواجدت وكذلك فرق الدفاع المدني المتواجدة بهذه الكثرة وبهذه الغزارة تشير إلى أن هناك تضرر جسيم سواء في البناية التي تم تسويتها بالأرض أو في محيط هذه الوحدة التي كنا نتواجد فيها، هي بعيدة نسبيا ولكن تطل على البناية التي تم استهدافها. عدد يعني هذا الدمار الذي لحق بها هو من شدة هذا الانفجار الكبير الذي ربما يستخدم لأول مرة في العاصمة بيروت بهذه الكمية الكبيرة من المتفجرات والاستهدافات والصواريخ من قبل طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أيضا فضلا عن حالة الذعر والصدمة التي أصابت حتى السكان في محيط هذه الوحدة التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقي لهناك لقرابة الساعة لم يستطيعوا التحدث فقط ولا لالتقاط الأنفاس، فضلا عن هذا الارتجاج الذي حدث في هذه البنايات التي تحيط بالوحدة المستهدفة، وكذلك أيضا من خلال هذا الصوت الكبير الذي دوى حتى في العاصمة بيروت بشكل عام والذي سمعه تقريبا أغلب السكان في بيروت، نظرا لأنه كان أيضا يتزامن مع إحدى الغارات الأخرى في منطقة لنويري التي استهدفت إحدى البنايات فيها عن طريق هذه المسيرة الإسرائيلية التي أيضا استهدفت إحدى هذه الوحدات. أحببت إثارة هذه النقطة معك يا رمضان، وأنا أفكر فيما قاله ويقوله حتى الآن قادة دولة الاحتلال، القادة الإسرائيليون، بأنه الضربات جراحية ومحددة الهدف بدقة، ليس صحيحا يا رمضان، وسنتابع رسالتك المصورة بعد دقائق من الآن. شكرا جزيلا لرمضان المطعاني مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت. أعلن حزب الله استهداف قوة لجنود الاحتلال بصلية صاروخية أثناء محاولتها للمرة الرابعة سحب الإصابات من الآلية المستهدفة في منطقة رأس الناقورة، كما استهدف حزب الله وفقا لبيان آخر منفصل له تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في كفر جلعادي بدفعة صاروخية. رصدت إذن كاميرا القاهرة الإخبارية حجم الدمار الناتج عن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت. المزيد كما وعدناكم مع الزميل رمضان المطعني. بعد لحظات من هذا الاستهداف في العاصمة بيروت، هذا المكان ومنطقة البسطة التي تم استهدافها بهذه الغارة الكبيرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي أدت إلى انهيار كامل لهذا المبنى السكني، وليس هذا فحسب ولكن حجم هذا الضرر المتواجد في هذا المنطقة هو كبير للغاية في البنايات السكنية المحيطة بها، جدران كاملة تم إزالتها في عدد من المباني المحيطة في هذه المنطقة. حتى هذه اللحظات يعني لم يعلن عن العدد الأول للشهداء أو الجرحى حتى هذه اللحظة، ولكن يبدو من هذه المشاهد الأولى لهذا الاستهداف وهذا الانفجار أن هناك أعداد كبيرة من الشهداء ومن الجرحى جراء انهيار هذا المبنى المكون من 4 طوابق، وليس ذلك فحسب ولكن شدة هذا التأثير لهذه الضربة. نحن نبعد قرابة 50 إلى 100 متر في هذا المكان من هذه الضربة التي أشاهدها من هنا من هذا البيان من هذا المكان ومن إحدى هذه البنايات التي نراها
مستهدفة بشكل كبير، عدد كبير من الجدران من المباني المحيطة بها لعدد كبير من المباني التي تضررت أيضا في الأساسات الخاصة بها من شدة هذه الضربة. هذه البناية إحدى البنايات التي تبعد بقرابة 100 متر، هذه النوافذ التي يعني هشمت بشكل كبير جراء هذا الارتداد الكبير من الضربة، وأيضا بعض هذه المحتويات التي بعثرت في مكان هذه الشقة السكنية المتواجدة هنا، وبالإضافة إلى أن هذه الضربة التي يعني بعثرت هذه المحتويات في هذه البناية بشكل كبير، حتى هنا الباب الخاص بهذه البناية ربما كسر وخلع من مكانه. هذه أيضا بعض المحتويات التي بعثرت في هذه والتي تبعد أيضا هذه في الجهة الخلفية، هذه الضربة التي قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف أحد القادة في حزب الله، ولم يكن هناك أي تأكيد حتى هذه اللحظة من حزب الله حول ما زعم إليه جيش الاحتلال الإسرائيلي. كما نرى أن كل هذه النوافذ التي دمرت من مكانها في هذه الوحدة السكنية القريبة من مكان الاستهداف، أما الحالة العامة في هذه المنطقة التي تم استهدافها هنا، التأثير هذه الضربة ومحيطها كان تأثيرا أحدث دمارا كبيرا في هذه المنطقة. من منطقة بسطة في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، رمضان المطعني هنا القاهرة عاصمة الخبر. حثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ميري دي كارلو إسرائيل على الكف عن قصف لبنان وسحب قواتها من هناك. وطالبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف كافة في لبنان بالالتزام بوقف القتال وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. حث إسرائيل على الكف عن قصف لبنان وسحب قواتها البرية، على الأطراف أن يأخذوا بالخيارات الدبلوماسية المتاحة أمامهم وليس بالأسلحة. الأمم المتحدة ترحب بالجهود المستمرة التي تبذلها الدول الأعضاء في هذا الصدد. وعلى غرار ما أشار إليه الأمين العام، لا يزال هناك وقت، ولكن الوقت ينفذ بسرعة. علينا أن نعطي الدبلوماسية فرصة الآن. المنسقة الخاصة للبنان السيدة جانين هينيس بلاشارت تتواصل مع كل الأطراف مؤكدة الحاجة على خفض التصعيد على الفور وإيجاد حل دبلوماسي. طالب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا ديريفيير بضرورة احترام القانون الإنساني، مطالبا الأطراف الإقليمية بالدعوة إلى ضبط النفس. وشدد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة على الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان. وتذكر فرنسا بضرورة احترام القانون الإنساني الدولي. يتعين على كل الأطراف الإقليمية أن تمارس ضبط النفس وتعمد إلى التهدئة، وكانت فرنسا قد أدانت الاعتداءات التي شنتها إيران على إسرائيل في الأول من تشرين الأول أكتوبر لإنهاء هذه الحرب التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتفاقم من الأزمة السياسية والإنسانية في لبنان الطريق قدما واضح. بداية، نحن بحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان. من جانبه قال رئيس بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جان بيير لاكوا إن قوات يونيفيل تتعرض لمخاطر كثيرة جراء الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله. وأشار لاكوا إلى أن أمن وسلامة قوات يونيفيل في خطر متزايد، مطالبا إسرائيل باحترام القوانين الأممية التي تضمن سلامة وأمن قوات حفظ السلام في لبنان. هذا الوضع يعرض حفظة السلام لمخاطر جدية، فإن الاصطدامات في اللبونة ناقورة منذ 8 أكتوبر قد شملت الدبابات وأسلحة خفيفة واعتراضات من القبة الحديدية وعددا من الانفجارات. 2 من حفظة السلام جرح عندما أصيب صباح اليوم مركز مراقبة تابع لمقر اليونيفيل في الناقورة بنيران الدبابات، كما أنه صباح اليوم أطلق الجنود الإسرائيلي
الإسرائيليون النار على موقع للأمم المتحدة من ثقب في سياج فتحوه في اليوم السابق في سياق أعمالهم البرية، كما أن عددا من المركبات وأجهزة الاتصال قد تضرر. البارحة أطلقت القوات الإسرائيلية النار على كاميرات في الموقع نفسه، وأطلقت النار بأسلحة خفيفة على موقع أممي آخر بالقرب من لبوني، فأصابت نظام الإنارة ومحطة الترحيل اللاسلكي. منذ سنة كانت هذه المحطة تستخدم للاجتماعات الثلاثية التي تعقدها اليونيفيل. قائد قوات اليونيفيل قد اعترض بشدة على هذه الأعمال لدى الجيش الإسرائيلي. أكدت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد أن بلادها ملتزمة بدعم الشعب اللبناني لمواجهة أزمته الراهنة، وأضافت وودورد أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان أن بريطانيا تبذل كل الجهود للوصول إلى حلول دبلوماسية لإنهاء التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط. على كل الأطراف أن تفعل كل ما في وسعها لحماية المدنيين وللامتثال الكامل إلى القانون الإنساني الدولي. المملكة المتحدة ملتزمة بدعم شعب لبنان، وقد أعلننا عن 15 مليون دولار إضافي كرزمة مساعدات الاستجابة إلى الحاجات الإنسانية الملحة. نعرب عن بالغ قلقنا لكون اثنين من حفظة السلام قد أصيبا بسبب إطلاق النار من الجيش الإسرائيلي، ونتمنى لهم تعافيا سريعا، ونكرر أن الاعتداء على حفظة السلام أمر غير مقبول. الآن يشرفنا من حصبية بجنوب لبنان الزميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك أحمد، لعلك بخير حال أنت وفريق عملك أخي الكريم، تفضل. نعم، بالفعل العدوان الإسرائيلي مستمر، وربما توسع جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على الجنوب اللبناني على مدار الساعات الماضية، وخصوصا في إطار العملية البرية التي سبق وأن أعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو 10 أيام. في الساعات الماضية شهدت اشتباكات ضارية هي الأعنف منذ بدء العملية البرية، وخصوصا في منطقتين: المنطقة الأولى ميس الجبل في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، هذا القطاع الذي نتواجد فيه الآن، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات متقدمة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاولت التوغل في بلدة ميس الجبل، وبين عناصر حزب الله الذين أمطروا هذه القوات بوابل من الصواريخ على مدار الساعات الماضية، ودارت اشتباكات لفترات طويلة، وخصوصا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى التحرك بشكل أفقي موازي للشريط الحدودي بين ميس الجبل وبين بلدة محيبيب التي تقع في الاتجاه المؤدي إلى القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني. وأثناء تحرك هذه القوات تم إمطارها بعشرات الصواريخ في هذه المناطق، وهذه الاشتباكات هي الأعنف والتي تستمر لليوم الثاني على التوالي في هذا المحور المستحدث الذي فتحه جيش الاحتلال الإسرائيلي من بين 8 محاور في الجنوب اللبناني في الساعات أو قبل يومين تقريبا. فبالتالي على مدار يومين تشهد ميس الجبل في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني أعنف المعارك البرية. أيضا المحور الآخر كان في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، وتحديدا في موقع رأس الناقورة، هذا الموقع الذي يعد هو نقطة التقاء الحدود اللبنانية مع المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث حاولت قوة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي التقدم نحو الأراضي اللبنانية وتحديدا بلدة الناقورة، وتم استهداف دبابة في هذه النقطة من قبل عناصر حزب الله، مما أدى إلى اشتعال النيران في هذه الدبابة، وأيضا سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال. وأثناء قيام قوة إسرائيلية بمحاولة سحب القتلى والمصابين تم استهداف هذه القوة، وظل الأمر كذلك 4 مرات، حيث تم استهداف كافة القوات التي تحاول إنقاذ هذه الدبابة وأيضا سحب القتلى والمصابين في موقع رأس الناقورة 4 مرات متتالية على مدار اليوم. وحتى الآن ربما هناك رصد كامل لهذا الموقع الذي شهدت ألسنة اللعب تتصاعد من الدبابة الإسرائيلية المتقدمة، وبالتالي ربما هذا الموقع هو لا يزال بالفعل تحت الرصد، ومن المتوقع أن تكون هناك قوات أخرى تتقدم في محاولة للإنقاذ وأن يتم استهدافها أيضا خلال الساعات القليلة المقبلة. فبالتالي محورين: المحور القطاع الشرقي ومحور القطاع
القطاع الغربي كان هما الأبرز على مدار الساعات الماضية في إطار العملية البرية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. وإن كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تقدم في هذه المناطق، إلا أن عمليات المقاومة منعته من التوغل في مناطق ميس الجبل والمناطق الأخرى، وأجبرت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب مرة أخرى إلى المواقع العسكرية المتاخمة للحدود اللبنانية الجنوبية. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا نفذ سلسلة من الاعتداءات، ولكن هذه المرة تجاه القوة الأممية، قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، وتحديدا في المقر الرئيسي لليونيفيل في الناقورة، هذا الموقع الذي يقع في القطاع الشرق الغربي من الجنوب اللبناني، حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف برج مراقبة مما أدى إلى إصابة جنديين، بالإضافة أيضا إلى قيام مسيرة إسرائيلية بالتحليق في أجواء أو فوق المقر العام لقوة الأمم المتحدة، وأيضا إصابة كاميرات المراقبة التابعة لليونيفيل في هذه المنطقة، بالإضافة أيضا إلى محاولة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف موقع في اللبوني أيضا في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني. وبالتالي هناك انتهاكات كثيرة واستهداف مباشر لمقرات القوى الأممية في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، وهذه هي المرة الثانية التي يعتدي فيها جيش الاحتلال على المقرات اليونيفيل. كانت المرة الأولى يوم الأحد الماضي حينما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف وأيضا التحصن في موقع لليونيفيل في منطقة مارون الرأس في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، واتخذ عدد من عناصر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان كدروع بشرية في أثناء محاولة توغل بري في مارون الرأس في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني. وبالتالي اليونيفيل حذرت في يوم الأحد الماضي في بيانها من هذه التصرفات وسلوك جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحذرت بالأمس أيضا من تصرفات وسلوك جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق باستهداف القوى الأممية واتخاذها كدروع بشرية. القوى الأممية تضم أكثر من 10,000 جندي في الجنوب اللبناني من 49 دولة من مختلف دول العالم. هناك 16 دولة أوروبية تشارك بقوات في الجنوب، من بينها كتائب الأسبانية والإيطالية والفرنسية، وهي من أكبر الكتائب العاملة في الجنوب اللبناني. وبالتالي ربما كان هذا الأمر مسار قلق كبير لكافة السفارات هنا في لبنان بسبب التعدي على مقرات اليونيفيل بهذه الوحشية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وهناك جيش الاحتلال بالفعل لم يكتفي أخبار كثيرة حول هذا الغضب الذي تفشى لدى قيادات تلك الدول الأوروبية والغربية عموماً، التي جرحت مشاعرها نتيجة استهداف جنودها في جنوب لبنان ضمن قوة اليونيفيل. لم يجرح مشاعرهم يا أحمد إنه 3,000 لبناني استشهدوا حتى الآن، معظمهم في الأسبوع الأخير يا أحمد. هذا يبدو غير إنساني بالنسبة للمراقب من بعيد. نعم بالفعل كما تقول، ربما انتفض قادة عدد من الدول المشاركة في القوى الأممية في الجنوب اللبناني جراء إصابة جنديين واستهداف كاميرات مراقبة في الجنوب اللبناني، ولكن ربما لم يكن هناك تحرك مماثل، وخصوصا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب على مدار ساعات يوم أمس سلسلة من المجازر. ربما آخر هذه المجازر كانت في العاصمة اللبنانية بيروت بسقوط عدد كبير من الشهداء، تجاوز 22 شهيدا بالإضافة إلى عشرات المصابين. هذه المجازر أو هذه المجزرة في بيروت سبقها سلسلة من المجازر هنا في الجنوب اللبناني، من بينها استهداف ولا يتحرك أحد يا أحمد التابعة لوزارة الداخلية. أنت تعيش في الجنوب يا أحمد، قل لي كيف هي شروط الحياة في هذا الإقليم الذي تهدده إسرائيل برا وجوا بلا انقطاع وتصدر أوامر الإخلاء لأهله؟ كيف تأكلون وتشربون وتحصلون على أساسيات الحياة يا أحمد؟ نعم هناك صعوبة بالغة بالفعل في الحصول على أساسيات الحياة في مختلف المناطق في الجنوب اللبناني. جيش الاحتلال الإسرائيلي وإن كان يصدر تحذيرات لسكان عدد من البلدات بإخلائها، ولكنه يقوم بقطع الطرق الرئيسية الواصلة بين هذه البلدات أو المخارج لسكان هذه البلدات إلى مناطق خارج عن هذه المناطق الجنوبية. وبالتالي هناك أزمة كبيرة في سلاسل الإمداد في الجنوب اللبناني. هناك الكثير من المحلات التي
اضطرت إلى إغلاق أبوابها، وهناك أيضا أعداد كبيرة من المواطنين الذين ربما يتمسكون بالبقاء في الجنوب اللبناني رغم أن حياتهم في خطر شديد جراء هذا التمسك بالأرض أو جراء هذا البقاء، ولكن هناك صعوبة كبيرة وصعوبة بالغة في تأمين الاحتياجات الأساسية للحياة في الجنوب اللبناني. بالتأكيد المستشفيات توقفت أغلبها توقف عن العمل، 5 مستشفيات من بينها مستشفى مرجعيون الحكومي هنا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، مستشفى بنت جبيل، مستشفى صلاح غندور، وعدد من المستشفيات الأخرى في مختلف المناطق الجنوبية. المدارس معطلة، لا عمل في المدارس، لا عمل أيضا في كافة أو في أغلب المؤسسات الحكومية العاملة هنا في الجنوب اللبناني، فبالتالي هو واقع إنساني صعب. ربما اللافت في هذا الأمر أن هذه المناطق التي نتواجد فيها الآن في الجنوب اللبناني سبق وأن زرتها قبل عام، قبل بداية هذه التوترات في الجنوب اللبناني، كان الشغل الشاغل للمواطنين في هذه البلدات هو الظروف الاقتصادية والظروف المعيشية جراء الأزمات المتتالية التي عانى منها لبنان على مدار السنوات الماضية، ولكن الشغل الشاغل لسكان هذه البلدات هو الأمن والحفاظ على الأرض، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، التهديد الإسرائيلي الماثل الآن يا أحمد جعل فترة الشكوى من تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان جعلها جنة مفقودة، وهذه هي المفارقة اللبنانية المرعبة يا أحمد. نعم بالفعل هذا الأمر هو الواقع في الجنوب اللبناني. ربما قيمة الأمن وصلت إلى أعلى مستوياتها في الجنوب اللبناني وفي مختلف المناطق اللبنانية، وخصوصا أن التعامل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يظهر خلاف ما يبطن، فإذا كان يقول أنه هناك توغل بري محدود أو عملية برية محدودة، فإن معنى ذلك أن هناك نوايا باحتلال الأرض، وخصوصا أن جيش الاحتلال لا يزال يتمسك باحتلال عدد من المناطق في الجنوب اللبناني من بينها زارع شبعة وتلال كفر شوبة وغيرها من النقاط الخلافية، ربما 13 نقطة خلافية على طول الحدود الجنوبية اللبنانية، فبالتالي هناك أراضٍ لبنانية لا تزال محتلة، وربما سبب تمسك عدد كبير من المواطنين بالاستمرار والبقاء هو الحفاظ على الأرض وعدم منح الفرصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي باحتلال أراضي جديدة في الدولة اللبنانية. وأن هناك كثيرون تحدثنا معهم بالفعل يقولون نريد أن نموت، نحيا على هذه الأرض ونموت على هذه الأرض. وربما في هذه الأثناء وفي كل وقت هناك طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، المسيرات، وأيضا الطيران الحربي الإسرائيلي الذي رغم كل هذا العدوان لا يزال يخرج جدار الصوت حتى الآن في محاولة لإرهاب المواطنين في الجنوب اللبناني وفي مختلف المناطق، رغم هذه المجازر التي ترتكب سواء في الجنوب اللبناني أو في البقاع أو في بيروت أو في كافة المناطق على الأراضي اللبنانية، لا يزال أيضا يتمسك بهذا السلاح كسلاح لإرهاب المواطنين. ولكن نرى هنا في الجنوب اللبناني صمود كبير من الأهالي، صمود كبير من قطاعات مختلفة في الجنوب اللبناني، لا يزالون يتمسكون بالبقاء على الأرض رغم كافة التهديدات الإسرائيلية. أحمد، سمعنا من دولة رئيس الوزراء في حكومة تيسير الأعمال السيد نجيب ميقاتي، وسمعنا من المندوب اللبناني في الأمم المتحدة قبل قليل الحديث حول استعداد لبنان لتنفيذ القرار رقم 1701. هذا القرار يلزم أي قوة مسلحة بأن تكون شمال الليطاني. هل يمكن من خلال خبرتك بالشأن اللبناني وبشؤون حزب الله، هل يمكن أن يوافق الحزب على ذلك؟ بكل تأكيد حزب الله أعلن أنه مستعد للالتزام بهذا القرار، القرار 1701، ولكن ما دام هناك احتلال إسرائيلي للأراضي ستظل المقاومة. قرار 1701 ينص أيضا على الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة والعودة مرة أخرى إلى حدود لبنان المعترف بها دوليا حتى قبل قيام كيان جيش الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال يماطل في هذا الأمر، يريد أن للبنان أن يطبق ما
ورد في القرار 1701 فيما يتعلق بالوضع في لبنان، ولكن لا يريد أن يلتزم هو بتطبيق ما ورد في القرار 1701 من حيث الانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة وكافة البلدات اللبنانية المحتلة، ويماطل في هذا الأمر. فبالتالي هذه هي النقطة الأساسية في تطبيق القرار 1701، وهذا هو مربط الفرس فيما يتعلق بهذا الأمر. أما لبنان فقد أبدى استعداده مرارا وتكرارا على مدار السنوات الماضية استعداده للتطبيق الكامل لهذا القرار. جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل بداية هذا العدوان الشامل على الأراضي اللبنانية وقبل عام من الآن تم رصد أكثر من 35 ألف انتهاك جوي وبري وبحري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للأجواء وللسيادة اللبنانية حتى قبل هذه الاعتداءات. فبالتالي لا نوايا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق القرار 1701، وما يريده لبنان هو أن يلتزم بتطبيق القرار 1701 في مقابل أيضا أن تلتزم إسرائيل ويلتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذا القرار ليكون هناك هدوء تام في الجنوب اللبناني. نعم يا أحمد، أشكرك جزيل الشكر وأدعو الله لك بالأمن والسلام، وطبعا لكل أهلنا في لبنان. شكرا جزيلا لزميلي الكريم من حصبية بجنوب لبنان الزميل أحمد سنجاب. هذا وقد عقد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي ورئيس جهاز الأمن العام للاحتلال الشباك رونينبار بالإضافة إلى عدد من قيادات جيش الاحتلال عقدوا اجتماعا لإجراء تقييم أمني لأوضاع الحرب التي يشنها جيش الاحتلال في لبنان. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الاجتماع بين رئيس الأركان هاليفي ورئيس الشباك رونينبار هو الأول من نوعه بينهما منذ بدء العدوان على لبنان، وذلك في أعقاب الاستهداف الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية بيروت. الآن تنضم إلينا من القدس المحتلة الزميلة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية هناك. مرحبا بك دانا. قبل أن نتطرق إلى المعلومات التي ربما تكون متوفرة لديك بشأن هذا الاجتماع، قولي لي أولا، لماذا يغامر جيش الاحتلال بإثارة غضب حلفائه الغربيين ويتحرش بقوات اليونيفيل يا دانا؟ بسبب غياب قانون رادع لهذه القوات التي تعمل على أرض الواقع، بسبب استهتار إسرائيل في المحافل الدولية، على الرغم من جر إسرائيل إلى المحافل الدولية أكثر من مرة بتهم كبيرة كالإبادة الجماعية، بالرغم كل التهديدات بإصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو وكبار أساس الإسرائيليين، ولكن اعتدنا على إسرائيل بأنها تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، ومن ثم تخرج لتبرر نفسها بأن هنالك قوات مختبئة بالقرب من هذا المكان، أو أنه وإذ اعترفت تقول بأن هذه إصابة خاطئة أو بطريقة خاطئة، أو أن جندي من جنود الاحتلال تصرف بطريقة شخصية، وهذا ما استمعنا إليه مرارا وتكرارا في هذه الحروب السابقة. على الرغم من هذا، إسرائيل في بعض الأحيان، إسرائيل الرسمية أقصد، تلتزم الصمت حيال هذه الأحداث التي قد تجرها إلى ردم العلاقات مع حلفائها الدوليين، ولكن إسرائيل منذ 7 أكتوبر لم تلتفت إلى هؤلاء الحلفاء. كان هنالك مبادرة أمريكية فرنسية ترحب بوقف إطلاق النار بهدنة لمدة 21 يوم، وقالت إسرائيل وبالتحديد مكتب نتنياهو أن هذا المقترح قيد الدراسة، وعلى الرغم من هذا نفذت بعد هذا المقترح عملية اغتيال كبرى طالت الأمين العام لحزب الله نصر الله، وبهذا تؤكد أن إسرائيل لا تلتفت يا محمد لا للقوانين الدولية ولا لحلفائها، وكل ما يهم إسرائيل فيما يتعلق في ملف الحلفاء هو استمرار الإمدادات العسكرية واستمرار إعطائها الضوء الأخضر لتنفيذ حربها واستمرارها وعدوانها. نعم على نعم. كل المناطق. ننتقل إلى موضوعنا الرئيسي، ما الذي يطبخه هاليفي بار في مطبخه؟ ما يدنا؟ لربما بار رونين بار وهو الرئيس الموساد والشباك الإسرائيلي عفوا، هذا الجهاز عادة مسؤول عن تنفيذ عمليات دقيقة إسرائيليا. يقصد بدقيقة عندما يستخدم هذا المصطلح إسرائيليا وتحديدا في بيانات الجيش، بأن هنالك عمليات اغتيال
لربما قد تكون فاتحة الطرق الجديدة أو في الساعات المقبلة. لذلك هذا الاجتماع كان قبل تنفيذ الغارة الإسرائيلية الأخيرة على بيروت العاصمة، متجاوزة بذلك كل الخطوط الحمر بضرب بيروت، والتي كان قد سبقها ضربة وغارة أخرى استهدفت قادة من الجبهة الشعبية لفصائل المقاومة الفلسطينية وقادة هناك. لذلك هذا الاجتماع كان قد تم الإعلان عنه بعد انتهائه، كان هو الأول من نوعه منذ 7 أكتوبر بين المستوى السياسي الذي يتخذ قرارات هامة لها علاقة بأمن الدولة كما تسمى، وبين المستوى الأمني العسكري أي رئيس الأركان الذي يضع الخطط العسكرية على أرض الواقع. كان هذا الاجتماع بمشاركة الفرق العاملة، ويقصد بذلك الفرق النظامية 36 على رأسها و94 التي تم استدعائها من قطاع غزة للعمل في القرى اللبنانية بعد بدء التوغل البري والاقتحام البري من قبل قوات الاحتلال. واكتفت بيانات إسرائيل بالحديث بأن هذا اجتماع هام وبأنه لبحث التطورات الميدانية ووضع الخطط لعمل الجنود الإسرائيليين، وتحديدا بعد استدعاء ألوية احتياط للعمل في داخل العمق اللبناني، ولم يفصح حتى عن تفاصيل هذه العملية. وعلى الرغم من هذه الضبابية التي يتعامل فيها الإعلام الإسرائيلي أو حتى الرسمي الجهات الرسمية الإسرائيلية، هذا الاجتماع كان هاما أولا في المنطقة الجغرافية التي عقد فيها، في المناطق الحدودية الشمالية أي على بعد كيلومترات قليلة من تواجد قوات الاحتلال في داخل العمق اللبناني. هذه الزيارة أو المشاركة الأولى في هذا الاجتماع بين رونن بار وبين هاليفي. وكذلك الحال كما قلنا، هذه دلالات استخدمت مصطلحات فيها بأن هنالك عمليات اغتيال، وحتى أن الإعلان عن هذا الاجتماع كان تزامنا مع الإعلان من قبل إذاعة جيش الاحتلال عن اسم المستهدف في محاولة الاغتيال الأخيرة من قادة حزب الله، والذي كان كما يوصف إسرائيليا وزير الداخلية في حزب الله ومسؤول ملف الاتصالات والتنسيق في حزب الله. وأيضا كان قد لحق اجتماع هام للكابينيت الأمني والسياسي في الكرياء، مجمع وزارات الأمن والأركان في تل أبيب برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت. وكل الأنباء كانت تتحدث أن هذا الاجتماع يأتي لإعطاء تفويض إلى بنيامين نتنياهو ولجالانت لاتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على ما يسمى إسرائيليا بالهجوم الإيراني. زميلتي الكريمة دانا أبو شمسية، أشكرك جزيل الشكر. دانا شرفتنا من القدس المحتلة. أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية من أن باريس وروما ستطلبان اجتماعا أوروبيا بعد تعرض قوات يونيفال لإطلاق نار جنوب لبنان. وقالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان يونيفال إن 2 من أفرادها أصيبا بإطلاق دبابة إسرائيلية النار على مقرها في جنوب لبنان. الآن يشرفنا من مارسيليا الفرنسية الزميل الكريم خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك خالد. اليونيفال تغضب فرنسا الاعتداء الإسرائيلي الأخير إلى أي درجة؟ إلى درجة كلام قاسي يمكن يوجه لتل أبيب أم ماذا يا خالد؟ نعم محمد، نستطيع القول بأن تصريحات جون نويل بارو بالأمس قبل هذه الضربات محمد، التي وصف فيها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها استفزازية، عندما أكد على أنه سيحول لبنان إلى غزة جديدة ورفض هذه التصريحات. فرنسا، والتي كان قد أعلن الرئيس الفرنسي بنهاية مؤتمر الفرنكوفونية 19 اللي استضافته العاصمة الفرنسية باريس، بأنها ستعد لمؤتمر لمصلحة لبنان، وهذا المؤتمر تم تحديده وسيكون يوم 24 من هذا الشهر على مستوى الوزراء، وسيشارك فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الجمعيات الغير حكومية. يبدو أن هذه الضربة هي ضربة للجهود الفرنسية، فرنسا التي لا طالما
أرسلت مبعوث خاص للرئيس الفرنسي جون إيف لوردوريان، مهندس الدبلوماسية الفرنسية ووزير الخارجية الفرنسي السابق المخضرم، والذي كان يريد تحريك مسلسل اختيار رئيس للجمهورية اللبنانية، وتم ربط هذه الخطوة بالإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا المؤتمر الذي سينعقد يوم 24. هذه الضربة هي ضربة لاتفاقية 1701، وهي ضربة قاتلة للبنان ولتغيير الأمر على الأراضي اللبنانية من خلال القوة، وهي قوة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، والتصريحات المستفزة والضربات الاستفزازية أغضبت إيطاليا كما أغضبت أيرلندا. ولهذا كان هذه الدعوة من قبل وزير الجيوش أو وزير الدفاع لإيطاليا ووزير الدفاع لفرنسا لعقد يعني اجتماع طارئ لبحث هذه الخطوة التصعيدية، الهدف منها هو احتلال الجنوب اللبناني محمد حسب المحللين السياسيين هنا في فرنسا. الزميل الكريم خالد شقير، أشكرك جزيل الشكر، شرفتنا من مارسيليا. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشار الألماني أولاف شولتز أكد أن بلاده ستواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة، وأكدت وسائل الإعلام أن شولتز وأعضاء حكومته اتخذوا قرارات ستضمن تسليم شحنات إضافية من الأسلحة إلى تل أبيب، وذلك في المستقبل القريب. جاءت تصريحات المستشار الألماني بعد أسبوعين من نفي المتحدث باسمه ما جاء في تقرير لوكالة رويترز الإخبارية من أن ألمانيا ستطبق حظر تصدير أسلحة إلى إسرائيل. الآن يشرفنا من برلين الزميل عربي مرزوق، مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك عربي، يبدو أن شولتز أصيب بالذعر من تقرير رويترز يا عزيزي. بالتأكيد، بكل تأكيد، ما نشرته وكالة رويترز للأنباء منذ أسبوعين هذا الأمر لم يكن حقيقيا. لا يوجد حظر على تصدير السلاح إلى إسرائيل من ألمانيا، من هنا من ألمانيا إلى إسرائيل على الإطلاق، ولكن التصريحات الرسمية التي خرجت بعد ضغط من إحدى عضوات البرلمان الألماني البوندستاغ طالبت الحكومة الألمانية وطالبت وزارة الاقتصاد الألمانية بشكل مباشر بضرورة الإفصاح عن صفقات تصدير السلاح لإسرائيل في عام 2024، لأن وزارة الاقتصاد في ألمانيا هي يعني التي تمنح تصريح تصدير الأسلحة بشكل عام لأي دولة في العالم. وجاءت تصريحات وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بأن ألمانيا لم تسلم إسرائيل أي سلاح من شهر مارس إلى شهر أغسطس. الأزمة اليوم أن الهجوم اليوم جاء من حزب المسيح الديمقراطي، حزب المستشارة السابقة أنجيلا ميركل بزعيمها الجديد، زعيم الحزب الجديد فريدريش ميرز، قال اليوم بشكل مباشر المستشار الألماني أولاف شولتز: أنتم ألمانيا لا تقف إلى جانب إسرائيل، عليكم مد إسرائيل بالسلاح بشكل سريع. جاء رد المستشار الألماني بشكل سريع على فريدريش ميرز وقال له: عمليات تصدير السلاح لإسرائيل في المستقبل القريب ستستمر، وهناك بالفعل صفقات سوف تسلم إلى إسرائيل، ولكن الحكومة الألمانية كانت متحفظة بسبب يعني وضعها الدولي أمام الشرق الأوسط وأمام العالم أنها تسلم أسلحة إلى إسرائيل تستخدم ضد المدنيين في غزة والآن في لبنان. لذلك يعني الوضع بشكل عام، يعني صورة ألمانيا بالنسبة للعالم يعني اهتزت بشكل كبير جدا جدا، أن ألمانيا التي تحافظ على الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الأطفال وما إلى ذلك تسلم أسلحة إلى إسرائيل وقذائف إلى إسرائيل وقطع غيار دبابات ستسلم أيضا لإسرائيل، وستقوم إسرائيل باستعمالها ضد المدنيين في غزة وفي لبنان أيضا. لذلك كان الأمر تريد ألمانيا أن تبقي الأمر سريا، لدرجة أن وزيرة الخارجية الألمانية أنيا بيربوك في كلماتها أمام البوندستاغ أيضا اليوم يعني بشكل غير مباشر كانت تريد أن تقول لنبقي الأمر سريا عملية مد إسرائيل بالسلاح، وهي كعادة ألمانيا هناك يعني منذ الحرب 73 وقبل 73 الحرب مع مصر كانت ألمانيا تمد إسرائيل بالسلاح، وهي أمور معروفة في التاريخ يعني غير خفية على أحد وتم كشفها بعد ذلك. لذلك هناك عملية إمداد بالسلاح لإسرائيل ستستمر ولكن في الخفاء ولن يتم الإعلان عنها. الزميل الكريم عربي مرزوق، مراسل القاهرة الإخبارية من برلين، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدي الكرام، في نهاية هذه الساعة من التغطية التي شرفت بكم خلالها،
ندعو الله أن يكون كل ما قلناه ضوءا كاشفا أمام وعيكم، وأن يكون بردا وسلاما على أهلنا في فلسطين وفي لبنان. إلى اللقاء.